بسم الله الرحمن الرحيم، وأزكى السلام والصلوات على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والسلام عليكم أخوتي الكرام جميعا أينما كنتم. أتقدم بهذه المناسبة الزاكية، ألا وهي مناسبة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما، بأزكى آيات التهاني إلى رسول الله وإلى أمة المعصومين وإليكم أخوتي المشاهدين أينما كنتم وحللتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه اللحظات لحظات فيها الخير والسرور والسعادة والسيادة والأجر والثواب في الدنيا والآخرة. وقد أعددت لكم لهذه المناسبة قصيدة نظمتها أسميتها يا مولد الإيمان. يا مولد الإيمان هاك سلامي، يا مولد الإيمان هاك سلامي، قد طال صبري واستمر هيامي، والعين قرت في انتظارك عينها، ترجو لقاءك كانتظار إوامي، شوقا كما المحبوب ينتظر اللقاء، شوقا كما المحبوب ينتظر اللقاء، والدمع منهمر على الأقدام، والقلب مرتعش بأشواق الهوى، والقلب مرتعش بأشواق الهوى، في الحب تاه على مدى الأعوام، لا يهتدي رشدا وليس يعينه، لا يهتدي رشدا وليس يعينه صبر، ولا يشفيه كأس مدامي، فالشوق نار، فالشوق نار، فالشوق نار، والتصبر حرقة، وأنا الضحية في رهان حمامي، فالشوق نار والتصبر حرقة، وأنا الضحية في رهان حمامي، حتى إذا ما الصبح جاء بمولد فيه ارتديت ملابس الإحرام، أي الملابس البيض فرحا وسرورا، حتى إذا ما الصبح جاء بمولد فيه ارتديت ملابس الإحرام، كبرت قلت اليوم قد جاء الندى، كبرت قلت اليوم قد جاء الندى، جاء الرضا يا مرحبا بإمامي، كبرت قلت ملبيا متنسكا الله أكبر للرضا الهمامي، الصابر الراضي الرضي المرتضى للفاضل الصديق للقوام. وهذه كلها صفات الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الصابر الراضي الرضي المرتضى للفاضل الصديق للقوام، للسيد المعصوم للنور الجلي بدر النجوم لناصر العلام، السيد المعصوم وكذلك بدر النجوم صفتان للإمام رضا علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم إخوتي المشاهدين، ومع تمنياتي لكم بأسعد الأوقات ورحمة الله وبركاته.